بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم درسنا عن مكونات أخرى للنظام الشمسي، علوم أرض صف تاسع مدارس الوطن العربي. قبل ما نبلش نحكي عن مكونات النظام الشمسي الأخرى، لازم نراجع شو أخذنا الدرس اللي قبله. قعدنا نحكي عن الكواكب النظام الشمسي، وحكينا إنه الكواكب هم 8 مقسومين إلى جزئين، أو لا خلينا نحكي قسمين، كواكب داخلية وحكينا وأطلقنا عليها اسم تاني وهي الكواكب الصخرية. ليه سميناها صخرية أو السبب الرئيسي في تسميتها؟ حكينا لأنه معظم مكوناتها بتكون من الصخور، واللي هم واللي أهمها طبعا حسب قربها من الشمس، أول إشي عنا عطارد، بعديها الزهرة، بعديها عنا كوكب الأرض اللي إحنا من عايشين عليه، والكوكب الأخير المريخ. يبقى الأربع كواكب الموجودة عنا، عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، هي الكواكب الداخلية أو صخرية. داخلية لأنها الأقرب للشمس، وصخرية لأنه معظم مكوناتها بتكون من الصخور. إذا شو خصائص هذه الكواكب الداخلية؟ أول إشي إن ميزاتها قربها من الشمس. طبعا حكينا طبعا حسب الفيديو اللي قبل شفنا مجسم للكواكب اللي بتدور حوالين الشمس، فمنها بنقدر نشوف انه هي اكتر كواكب قريبة من الشمس. ثاني اشي صغر حجمها النسبي. شو يعني صغر حجمها النسبي؟ يعني لو انا بدي اقارنها بباقي الكواكب الاخرى فبلاحظ انها هي اصغر منهم، فاذا ثاني خاصية صغر حجمها النسبي. ثالث خاصية انه بتميزها قلة اعداد اقمارها، يعني لو بدي اقارنها بباقي الكواكب بلاحظ انه اقمارها قليلة جدا. اذا كواكب داخلية يعني صخرية اللي هم 4، عطارد، زهرة، الارض، المريخ، من الاقرب للشمس حتى الابعد. ميزاتها قربها من الشمس جميحة، صغر حجمها النسبي، وقلة اعداد اقمارها. هذا بالنسبة للكواكب الداخلية. ثاني قسم رئيسي او جزء من الكواكب المتبقية بسميها الكواكب الخارجية. شو يعني كواكب خارجية؟ إلها اسم تاني أو مصطلح تاني بنسميها الكواكب الغازية. ليش سميناها كواكب غازية؟ طبعا برجع سبب تسميتها إلى إنه كل مكوناتها تقريبا من الغازات، يعني ما في عنا صخور في مراكزها. اللي هم الكواكب نبلش فيهم، أول إشي عنا المشتري، وعنا زحل، وأورانوس، وعنا آخر إشي كوكب نبتون. عنا كوكب نبتون، تمام؟ مشتري، زحل، أورانوس، وكوكب نبتون. هدول الأربعة هم من أبعد عن الشمس، طبعا أبعدهم كوكب نبتون. شو ميزاتهم أو خصائصهم؟ واحد، طبعا عكس الكواكب الداخلية، كبر حجمها تقريبا لو بدي أقارنها باللي حكينا عنهم قبل. تاني إشي بعدها عن الشمس، وآخر إشي طبعاً تتميز كمان بكثرة أعداد أقمارها، تمام؟ عنا ثلاث خصائص بيميز الكواكب الخارجية. كمان عنا في إشي بحكي لك إنه الكواكب الخارجية بتتميز بوجود حلقات تدور حولها، تمام؟ زي عنا باستثناء حلقات زحل المشهورة اللي ما بنقدر نشوفها أو مصعب مشاهدتها من الأرض، لأنها مكونة كلها من غازات أو من مواد قليلة للكثافة، فما بقدر أشوفها. إذا كثرة أعداد أقمارها، في بعضها في بيمتلك حلقات، هاي الحلقات باستثناء كوكب زحل ما بقدر أشوفها لأنه بتتكون من مواد كتير خفيفة أو كتير كثافتها قليلة، ما بقدر أشوفها، تمام؟ نتطلع على الكتابنا صفحة 36 الرسمة، بلاحظ إنه كوكب زحل كيف في حلقات بتدور، طبعاً هاي الحلقات مكون مواد غازات إلى آخره من المواد القليلة الكثافة اللي بتتميز فيها كوكب زحل. في سؤال بحكينا لمعظم كواكب النظام الشمسي أقمار تدور حولها باستثناء كوكبي عطارد والزهرة، هدول الكواكب إيش حكينا عنهم؟ الداخلية الصخرية، تمام؟ ليش إنها عبارة ليس إلها كواكب وليس أقمار؟ شو تعريفنا للقمر وشو خصائصه؟ تمام، لو بدي أجي أحكي شو تعريفنا للقمر، بما إني بحكي عن أجرام سماوية فالقمر رح يكون عبارة عن جرم سماوي لأنه موجود في السماء، طبعا معتم، هاي أهم خاصية، معتم يعني ما بيقدر يضوي من ذاته، فهو بيعتمد على نجم آخر حتى إنه يضيء زي الشمس. زي الشمس هي نجم فبتعطي ضوءها فإذا من زي ما حكينا جرم سماوي معتم،
هذا جرم سماوي بيكون تابع للكوكب، طبعا بيدور حوالين كوكب، زي كيف عنا كوكب الأرض له قمر خاص فيه، بيدور طبعا حوله، يعني القمر بيدور حوالين الكوكب ويستمد ضوءه من الشمس، يستمد ضوءه من الشمس، لأنه حكينا جرم سماوي معتب، فإذا الإضاءة بتاخدها من النجم، والنجم مين عنا؟ الشمس. فلكل كوكب قمر خاص فيه أو عدة أقمار خاص فيه. لو بنطلع كتابنا صفحة 36 بلاحظ إنه عندي عدة، طبعا الكواكب كلها، عطارد عدد أقمار لا يوجد، الزهرة لا يوجد لها أقمار، الأرض عندنا قمر واحد طبعا، المريخ عندنا قمرين، المشتري 67 قمر، بنلاحظ المشتري إنه بتميز بكثرة أعداد الأقمار اللي حواليه، عندنا كوكب الزحل 64 قمر، أورانوس 27 قمر، وبالأخير نبتون عندنا 14 قمر. لو بدنا نجاوب السؤال، لعلك لاحظت أن كواكب النظام الشمسي جميعها أقمارا ما عدا الزهرة وعطارد، برأيك ما سبب عدم وجود أقمار لهذين الكوكبين؟ طب ليش عطارد وزهرة ما إلهم أقمر؟ طبعا الجواب رح يكون بكل بساطة، لأنه زي ما حكينا عطارد وزهرة هم أقرب الكواكب للشمس، يعني الجواب بسبب قربها من الشمس، هو اللي بيخلي كوكب عطارد والزهرة ما إلهم أقمر. تمام، هذا بالنسبة للكواكب والأقمار بتدور حواليها. هلأ رح نبلش نحكي عن مكونات أخرى للنظام الشمسي، يعني بلشنا خلينا نحكي الكواكب، هلأ بنحكي عن شغلات تانية بتكون موجودة ضمن النظام الشمسي. أولها وأشهرها إشي اسمه الكويكبات. شو يعني كويكبات؟ من اسمها كويكبات، يعني لو بلاحظ إنه كويكبات كلمة مأخوذة من الكوكب، تصغير لكلمة كوكب، إذا كويكبات بقدر أحكي عنها جرم سماوي، هي أول إشي. طبعا أي تعريف رح يكون بلش بجرم سماوي. تاني إشي رح تكون صلبة، بما اني بحكي انها بتشبه لحد ما تركيب او مأخوذة من الكوكب اذا رح تكون صلبة، بما اني بحكي تصغير لكلمة كوكب اذا رح تكون صغيرة الحجم، صغيرة الحجم، اصغر بكتير طبعا من الكواكب، طبعا بتدور حول الشمس، تدور حول الشمس بمدارات برضو مش دائرية، اهليجية. شو يعني اهليجية؟ يعني تقريبا بيضاوية، بيضاوية، تمام، بيضاوية، وزيها زي باقي الكوكب. إذا نقدر نرجع نحكي إنه الكويكبات هي عبارة عن أجرام سماوية صلبة طبعاً وصغيرة الحجم، لو بدي أقارنها بالكواكب أكيد أصغر منها، عشان هيك سميناها كويكبات، تصغير لكلمة كوكب، وبتدور حول الشمس طبعاً بمدارات إهليجية. شو يعني إهليجية؟ يعني بيضاوية مش دائرية. طيب أهم إشي إنه بيميز الكويكبات، أول إشي إنه معظمها تقع بين مداري كوكب المشتري والمريخ، يعني معظم الكويكبات بتنحصر بين هدول الكوكبين. تاني ميزة انه كثرة اعدادها بالاضافة عدم انتظام شكلها، يعني ما الها شكل محدد، عدة اشكال الها. واخر اشي في عنا كويكب مشهور، هو كويكب سيرس، هذا الكويكب طبعا مشهور، تقريبا بيصل قطره الى 1000 كيلو متر. تمام، يبقى خلصنا اول مكون من مكونات النظام الشمسي الغير الكواكب الكويكبات. نيجي لعند اشي اسمهم المذنبات. طيب شو يعني مذنبات؟ شو بتفرق المذنبات عن الكويكبات؟ بما اننا بنحكي عن نظام شمسي، اذا المذنبات هي عبارة عن اجرام سماوية او جرم سماوي. جرم سماوي طبعا بيختلف عن الكوكب انه شدة استطالة ايش مداره اللي يوجد فيه، يعني شدة استطالته ما رح يكون بالشكل البيضوي اللي بدور فيه الكوكب أو الكويكب، رح تكون استطالة أكتر. فعشان هيك بما إننا بنحكي عن شدة استطالة المدار، إما بما إننا بنحكي هون عنا الشمس، إما يكون المذنب بعيد كل البعد عن الشمس أو قريب كل القرب من الشمس. بما إننا بنحكي عن مدار شديد الاستطالة، إذا رح يكون كتير قريب أو كتير بعيد. طبعا المذنب بتكون جسم المذنب من ثلاث أقسام، اللي هم نبلش فيهم. أول إشي واحد أنواع، اثنين الهالة، هلأ بنحكي شو كل واحد، وثلاثة الذنب. إذا جسم المذنب بتكون من ثلاث أقسام، واحد نواة، اثنين الهالة، ثلاثة الذنب. لو بنطلع على كتابنا صفحة 37، الشكل
الموجود 3 ل 5 شو هو شكل المذنب. زي ما انتم شايفين في عنا نواه هي بتيجي على شكل نقطه موجوده داخل الكره او الهاله البيضاء، هاي هي نواه. وبعدين في عنا حواليها هذا الوميض او هاي الضوء اللي باللون الابيض، هاي مسميها الهاله. وبالاخر عنا الذنب المذنب. طبعا الهاله فيها تحتوي على راس، وهذا الراس بحيط بالنواه. اذا حكينا زي ما حكينا انه النواه والهاله والذنب هم اجزاء او اقسام المذنب. طيب معظم كتله المذنب، معظم الكتله بتكون موجوده في النواه لانها هي المركز. طب من ايش بتتكون هاي النواه؟ بتتكون من جليد وصخر. اذا النواه هي اساس او كتله المذنب، تتكون من جليد وصخر. اما بالنسبه للهاله فهي بتتكون من غازات، تتكون من غازات وغبار. يعني لو بدنا نميز مكونات النواه عن الهاله، النواه بما انها بتتركز فيها معظم كتله المذنب، اذا بتتكون من مواد ثقيله الوزن زي جليد والصخر. بينما الهاله لانها عباره عن وميض حوالين النواه، تتكون من مواد خفيفه او قليله الكثافه، خفيفه الوزن وقليله الكثافه مثل الغازات والغبار. هلا بقدر انا اشوف الذنب للمذنب طبعا او راسه بيظهر لما عندما يقترب، يعني هون نقدر نشاهده لما يقترب من الشمس، وبيختفي طبعا تدريجيا لما يبتعد عن الشمس، اللي هو الرأس المكون والذنب المكون للمذنب. تمام، هذا بالنسبة للمكونات الأخرى الموجودة في النظام الشمسي. طيب لو بدنا نيجي نحكي عن الظواهر التي تحدث في النظام الشمسي، في فرق بين مكونات وفي فرق بين ظواهر. يعني شو الشغلات اللي ممكن نشوفها او الظواهر اللي بتصير في النظام الشمسي؟ الاول ظاهرة هي عنا ظاهرة الشهب والنيازك. نبلش بالتفصيل لكل واحد. كلمة شهب، شو المقصود بالشهب؟ طبعا هي ظاهرة بتحدث لما عنا جسم صخري او معدني يدخل، طبعا صغير الحجم، هاي اول ميزة صغير الحجم، يدخل داخل الغلاف الجوي. لما هذا الجسم الصخري او المعدني، يعني سواء مكون من صخور او من عدة معادن، طبعا لازم تكون صغيرة الحجم، تدخل داخل الغلاف الجوي للارض. طبعا بما اننا بنحكي عن غلاف جوي يعني بيحتوي على غازات، ولما المواد المعدنية او الصخرية تدخل الغلاف الجوي اللي بتحتوي على غازات من اهمها الاكسجين وغيرها من الغازات، بصير احتكاك وبصير عندنا عملية احتراق. فالاحتكاك والاحتراق بيولدنا ما يعرف بشرارة، او خلينا نحكي شرار او وميض او اضاءة وميض. تمام، فهي الشرارة او الوميض طبعا تعطينا، بتولدنا حرارة عالية بعد ما تحتك، او خلينا نحكي بسلع عملية احتراق، فبتضمحل مادتها بالكامل، يعني تختفي. يعني جسم الشهب لما يدخل، مجرد دخوله للغلاف الجوي للارض بعد ما يحترق نتيجة وجود الغازات، بتضمحل مادته اي تختفي. تمام، فهي بتيجي على شكل هيئة وميض من الضوء. وعشان نشوف شو يعني وميض او شو يعني شهب، نطلع كتابنا صفحة 38، عنا رسمة الشهاب. زي ما احنا شايفين كيف هو عبارة عن شرار او عبارة عن ضوء موجود في غلاف الارض، مجرد دخوله بيطلع هذا الوميض وتحترق وبتختفي مادة الشهاب بشكل كامل. هذا بالنسبة للشهاب. اما بالنسبة للنيازك، شو اللي بيفرق الشهب عن النيازك؟ هلا اذا كان كمية او كتلة هذا الجسم الصخري او المعدني كبيرة الحجم، مش صغيرة زي الشهب، كبيرة الحجم، فانه جزء منها يختفي او يضمحل، وجزء يبقى ويسقط في او على الارض. تمام، جزء بيختفي يعني بيحترق، تمام، وجزء منه بيبقى على الارض او بيسقط على الارض. هلا في حال سقوطه على الارض بعطينا اشي ما يعرف بالفوهة النيزكية. الفوهة النيزكية عندما يصطدم النيزك بالارض فعطينا فوهة نيزكية. لو بدنا نشوف شو شكل الفوهة النيزكية، نطلع كتابنا صفحة 39،
الشكل 3 ل 7 بنشوف كيف النيزك عامل لي حفرة كبيرة طبعاً موجودة على سطح الأرض. من أشهرها عندنا فوهة نيزكية موجودة في أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية. إذا فرق البسيط بين الشهب والنيازك، فرق بسيط بين الشهب والنيازك إنه الاثنين عبارة عن أجسام صخرية أو معدنية، أما الشهب هي عبارة عن صغيرة الحجم، أما النيازك كبيرة الحجم. هون بما إنها صغيرة بتحترق وبتختفي كاملا، هنا جزء منها بيختفي وجزء بيبقى في الأرض، لما يصدم بالأرض بيعطينا ما يعرف بالفوهة النيزكية. هذا بالنسبة لأول ظاهرة، الشهب والنيازك. بالنسبة للظاهرة الثانية ما يعرف بالكرات النارية. شو يعني كرة نارية؟ هلأ هاي الكرة النارية برضو ظاهرة بتحدث في النظام الشمسي أو بتصاحب الشهب. لما يصير عندي شهب بتيجي وراها أو بتصاحبها الكرات النارية. طب شو الفرق بيناتها؟ إنه لما يكون الشهاب لمعانه كبير، بميزه إنه لمعانه كبير جدا، يعني بما إنه لمعان كبير جدا معناته رح تكون الكتلة المادة برضو كبيرة عشان يعطيني وميض كبير. فلما يكون اللمعان كبير يعني كتلة الشهب كتير كبيرة، يعني وميض كبير يعني ضوء كبير، بسميه كرة نارية ضوء كبير، تمام؟ بيعطيني كرة نارية. طبعا هاي الكرة النارية بتدخل غلاف الجوي بسرعة كتير كبيرة وما بقدر أشوفها بالنهار لأنه شدة سطوحها، يعني بسبب وجود الشمس. طبعا الشمس بتغطي ضوءها، بيكون ضوءها أكبر، فبالتالي ما بقدر أشوفها لأنه شدة إضاءة الشمس بتغلب عليها. إذن الملخص، الظواهر اللي بتحدث في النظام الشمسي هم تنتين، الشهب والنيازك، وحكينا شو الفرق بيناتهم. تاني ظاهرة الكرات النارية. الكرات النارية هي بتصاحب الشهب، ولكن الفرق بينها وبين الشهب إن الكرات النارية بيكون لمعانها كتير كبير. ليش؟ لأنه كتلة مادتها كبيرة جدا، يعني الضوء اللي بنتج عنها كتير كبير، فلما تدخل غلاف جوي ما بقدر أشوفها. طبعا تدخل بسرعة كتير كبيرة، هي أول شيء. تاني إشي إضاءتها أو بتغلب عليها إضاءة الشمس، بتكون شدة السطوع الشمس أعلى فما بقدر أشوفها. يعطيكم العافية.